بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة العالمين. كثير من الناس يستخف بآداب دخول الخلاء أو المرحاض. أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ندخل الخلاء ندخل بالقدم اليسرى. كثير من الناس لا يعبأ، يدخل باليمنى ولا يعبأ. أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة وبرب العالمين من الخبث والخبائث. يعني يجب عليك أن تقول عند دخول المرحاض: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الخبث هم ذكور الشياطين، والخبائث هم إناث الشياطين. كثير من الناس لا يعبأ بهذا، وتكون النتيجة إذا كان الشيطان في المنزل بيدخل معه المرحاض، ودي أول كارثة. ثانيا، لا يسمي بالله سبحانه وتعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم قال حديثا عظيما، قال: ستر عورة ابن آدم في الكنيف قوله بسم الله. إذا قلت بسم الله قبل أن تخلع ملابسك لم يستطع الجن أن يطلع على عورتك. طبعا هذا الكلام للرجال والنساء، والنساء الأمر بيبقى شديد الخطورة، لأن إذا طلع الشيطان على عورتك ربما تسلط عليك ودخل في جسدك ولم يخرج، يحدث النسل الشيطاني، والأمر شديد الخطورة بالنسبة للنساء. المرأة فيها جمال، وذكور الشياطين تجامع إناث الإنس، وهذا وارد وصحيح في السنة. أقسم بالله أنا أعرف فتاة معرفة شخصية، أنا كنت إماما في مسجد المساجد، جاءت لي كانت لا تستطيع يعني أن تصلي، أكثر من 6 سنوات لا تستطيع أن تصلي. عندما تهم بالصلاة وتقف على 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 على, على, على السجادة لتصلي ترقص أو تهم بالوضوء ترقص. كانت تقف أمام مرآة عارية تنظر إلى جسدها، كانت تقول لي: عندما أنام أشعر بكائن ينام فوقي. خاصة عندها مشي 6 سنوات أو أكثر لا تصلي، ولا أعرف ماذا حدث لها حال. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل هذه الأذكار عبثا أو لهوا. لا، يجب عليك أن تستعيذ من الخبث والخبائث، ويجب عليك أن تسمي بسم الله قبل أن تخلع ملابسك للأسف الشديد، فتكون النتيجة بالنسبة للنساء بالذات يحدث المس الشيطانية ويدخل الجسد. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث: إذا تثاءب أحدكم فليقزم ما استطاع، فإن لم يستطع فليضع يده اليسرى على فمه، فإن الشيطان يدخل من فيه. الشيطان يدخل من الفم. الشيطان يستطيع التشكل، يكبر ويصغر في الحجم، دخل من الفم في الجسد ربما لا يخرج. يعني الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، كما قال الرسول في الحديث. للأسف شديد، لو أنك لم تسمي بالله قبل أن تخلع ملابسك تكون نتيجة اطلاع الشيطان على عورتك فيطمع فيك ويدخل في جسدك ولا يخرج. سنة هامة جدا. وبعدين عند الخروج بعد ما تنتهي من كثير من الناس بعد ما تغوط يعني يكتفي بأن هو يعني يغتسل بالماء فقط. لازم من السنة أن تمسح بيدك اليسرى مكان الغائط، تعمل تدليج المؤخرة، ليس فقط زي ما نروح بالشطاف، لا، ده أنت لازم تدلج باليد اليسرى وتمسح 3 مرات كما تستنجي وتمسح ذكرك باليد اليمنى. وأيضا من الأشياء الهامة جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إذا بال أحدكم فلينفض ذكره 3. إذا بال أحدكم فلينفض ذكره 3، تمسك الذكر بيدك اليسرى وتنفضه 3 مرات حتى تتخلص من باقي الرذاذ اللي موجود فيه، لأن أنت بتلبس الملبس الداخلي وتكون هناك رذاذ يخرج من الذكر وأنت لا تدري، وضبط صلاتك وأنت لا تدري، وضبط وضوءك وأنت لا تدري. كذلك عند أبعاد الغائط تمسح المؤخرة الدبر 3 مرات بيدك اليسرى، وبعد كده ما تيجي تخرج تحمد الله سبحانه وتعالى. كان من هذه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي عافاني وأذهب عني الأذى. كم واحد يقول هذا الذكر؟ تعمل إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى أمسك عليك هذا الغائط في ما في 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 والبول في جسدك ولم يخرج، تموت فورا، يحصل عندك تسمم وبولينة وتموت، ألا يحتاج هذا إلى حمد؟ كان من هذه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي عافاني وأذهب عني الأذى. وكان يقول أيضا: غفرانك ربنا وإليك المصير، كما في الرواية. لماذا؟ لأنك غفلت عن ذكر الله سبحانه وتعالى فترة الخلاء أو فترة القضاء الحاجة. فاستغفر الرسول صلى الله عليه وسلم عن فترة القضاء، وده يوريك أهمية الذكر.
الخمس 10 دقائق او الخمس دقائق اللي انت بتقضي فيهم حاجتك، انت بتستطيع، لا يجوز لك ان تذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك الصحابه رضي الله عنهم كان واحد منهم بيضع حصوه في فمه حتى لا يذكر الله سبحانه وتعالى اثناء قضاء الحاجه، لانهم الواحد منهم كان بيذكر ربنا سبحانه وتعالى 24 ساعه. فيجي ما تيجي تخرج لازم تقول الحمد لله الذي عافاني وادب عني الاذى، وتقول وتقول غفرانك، تستغفر الله سبحانه وتعالى الفتره التي لم تذكر فيها الله سبحانه وتعالى، وتخرج بيدك برجل بقدمك اليمنى كما دخلت بالقدم اليسرى تخرج باليمنى. هذه هي اداب القضاء، قضاء الحاجه التي ضيعناها، لا حول ولا قوه الا بالله. لذلك ابتلانا رب العالمين، ابتلانا رب العالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال شوفوا اهميه السنن. السنن التي تظنها بسيطه لها اهميه عظيمه جدا. علموا اولادكم الصلاه في صبح واضربوهم عليها في عشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. احد الاباء كبرت الفتاه وكبر الولد ولم يفرقوا بينهما في المضاجع، وكانوا اصحاب اموال واصحاب مراكز وكانوا يسافرون. نشأت علاقه اثمه بين الفتاه، كانت فتاه في الجامعه والاخ في المرحله الثانويه، بين الفتاه واخيها في الفراش كل يوم تمارس معه الجنس يوميا في الفراش والعياذ بالله. حتى بعثت لمجال الطبيب الخاص قالت المعذبه، واضطرت انها تعمل علاقه غير شرعيه مع شاب خارج المنزل لتتخلص من ادمان العلاقه مع اخيها. كل ذلك لان الاب والام لم يفرقوا بينهما في المضاجع. شوف اهميه السنن. فاتقوا الله سبحانه وتعالى. اوعى لازم تخش المرحاض، لازم تدخل بقدم اليسرى، ولازم تقول اعوذ بالله من خبث الخبائث، انت اللي تعلم ما في المرحاض، ولازم تسمي بالله حتى لا يطلع الشيطان على عوراتك ويدخل في جسدك. واجب عليك بعدما تبول تنفض ذكرك سلاسا، تتخلص من باقي الرذاذ، وتمسحه جيدا، وتمسح الدبر جيدا ثلاث مرات، ولا تكتفي بالغسل، وتحمد الله سبحانه وتعالى عند الخروج، الحمد لله الذي عافاني وادب عني الاذى، غفرانك يا رب، وتخرج بالقدم اليمنى كما دخلت بالقدم اليسرى. هذه اهم اداب دخول القضاء. اقول قولي هذا، واستغفر الله لكم، وتشرف الي الجلسه واشتركوا في القناه. السلام عليكم. كل دي ساعدوني على 10 سنوات.